والآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أخرجه مسلم. ويقول أيضا: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أيضا رواه مسلم. فالباغي هو من يخرج من طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله على عباده، ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصحة. فإن انضم إلى ذلك المحاربة له، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه، فقد تم البغي وبلغ إلى غايته، وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا بمقاتلته، لقوله سبحانه: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي. قال: وليس القعود عن نصرة المحق من الورع، بعد قوله تعالى: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي، والقعود عن مقاتلتهم خلاف ما أمر الله به، فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ. ما أقاموا الصلاة ويقول الصنعاني في سبل السلام: وعند جماعة من العلماء أن قتال البغاة أفضل من قتال الكفار، قالوا: لما يلحق المسلمين من الضرر منهم أيها المؤمنون. ويقول الصنعاني أيضا في سبل السلام: ولا يجوز الخروج على ولي الأمر سواء كان عادلا أو جائرا. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وما نلمسه هو البرهان الصادع لما نقول من تأزم الحياة وانهيار في كل المجالات. ومن تأمل، يقول ابن القيم: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد من إزالته ما هو أكبر منه. الحمد لله أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيها المؤمنون، يقول أحد التابعين: سلاح اللئام قبح الكلام. إنهم يتكنون في قناتهم سهيل القذح والقذف والكيد والاستهزاء والسخرية. ويل لكل همزة لمزة. إنهم يلمزون الناس ويسخرون منهم، ويعدون من ظهر ناصحا مبينا عالما للسلطة. وأنتم لمن؟ أليست هذه التي معكم سلطة؟ ألستم تقتلون العساكر في معسكراتهم من أجل السلطة؟ ويلكم، كيف تحكمون؟ ما لكم؟ أفلا تذكرون؟ أيها المؤمنون، إنهم يتعمدون الكذب، إنهم اتخذوا الساحات للضرار، والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اتخذوا الساحة تفريقاً بين المؤمنين وإضراراً بالناس، ولا ضرر ولا ضرار، فأضروا بالأحياء تلك. وحتى في هذه الساعات نزلت المصفحات ونزلت الجيوش من الفرقة لكي يفرقوا الناس الذين تجمعوا يصلون في شارع الزراعة، وينادون برفع الضيم عنهم ورفع الظلم. ولا ضرر ولا ضرار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول في الحديث الذي يرويه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: إياكم والجلوس على الطرقات. ويقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: كونوا حيث شئتم ما لم تقطعوا طريقا أو تسفكوا دما حراما أو تظلموا مسلما. يقول للخوارج عند ذاك: آذنتكم بالحرب
عند ذاك إذا قضعتم طريقاً أو ظلمتم مسلماً. إني أتكلم ولا أدري هل سأعود إلى بيتي وإلى أهلي أم لا، لكنها كلمة حق عند سلطان جائر. هم الجائرين وهم سلطان جائر، خرجوا على السلطان، خرجوا على الرئيس، ولكنها كلمة الحق أقولها. أبتغي بذلك وجه الله، وليس من يقتل في فريجة وفي الصمع في بلادي من الخوارج الذين تجمعوا من كل مكان. فلا تكونوا جبنا، لقد ناداكم الرئيس من أول وهلة قبل أن يرموه، قال قفوا، قفوا لهم. نعم إنهم يتجمعون ونعرفهم، يتنكلون. أعرف ناسا قد طافوا على الجمهورية لأنهم يذهبون يتظاهرون في كل مكان، وأنتم هذه الجماهير والملايين التي تجتمع دون نداء أو دعوة، ما جئتم إلا لأنكم تعلمون الخطر المحدق من هذه العصابة الشريرة. فقفوا كما ناداكم رئيسكم. كما انطلقت مسيرة حاشدة في جمعة الإخلاص في محافظات الجمهورية تأييدا للشرعية الدستورية وتأكيدا على الوفاء والإخلاص للوطن وللقائد. استنكر سكان حي الجامعة بأمانة العاصمة وما جاورها احتلال قوة الفرقة الأولى مدرع شارع الزراعة ومصادرة حقهم.